الطيارة رقم 4 في صباح هذا اليوم، 3 كيلومترات مشاهدين الكرام تنتظر الفائز بسيارة هذا الشوط، تنتظر مشاهدين الكرام من يعلن ومن يسجل اسمه في صباح هذا اليوم. كما أيضا ذكر الأستاذ عبد الرحمن أحمد أمين، سباق مساء هذا اليوم الساعة 3 بعد الظهر، إعلان مسافة 4 كيلومترات و10 سيارات ل10 أشواط قوية ستكون. يا سلام، انطلق الشوط، اندفع الشوط، ما شاء الله تبارك الله، أعداد هائلة، أشواط غنية بالأعداد. نتجه مباشرة إلى حاملة المركز الأول، واللي هي أو حامل المركز الأول مهدي لمحمد بن راشد الاجتبي، مشاهدينا الكرام اللي احتل المركز الأول في شوط الجعدان، الثاني شوطنا الرابع على التوالي. المركز الثاني ما يخاف لسهيل بن رملي العامري، بينما المركز الثالث شاهين لخليفة بن سعيد الاجتبي، وفي المركز الرابع يا سلام محمد بن غريب بن راشد الاجتبي. والمركز الخامس، المركز الخامس حامل رقم اللي هو حبشان لحمد بن محمد بن سالم الوهيبي، وفي المركز السادس مشاهدي الكرام اللي ما له معلومات متجاوزه، بنشوف المركز السابع. اذا سالم بن سهيل بن شرجي العامري يتدخل بشعاره مع هذه المقدمه. المركز اللي هناك حامل رقم 50 يخترق المراكز الخمسة الأولى ليحتل المركز الخامس مشاهدينا الكرام، ألا وهو شاهين لمحمد بن علي بن رشيد الاجتبي، واللي إليه مباشرة ما يهاب لسعيد بن راشد بن غدير، أو راشد بن سعيد بن راشد بن غدير الاجتبي. يا سلام، كم بذيع، كم باخذ. هناك شعار محمد بن سلطان بن مرخان اللي مر مرورا سريعا ليخطف المركز الأول مباشرة مشاهدينا الكرام، وهو نجد. الله الله، هناك أيضا السيد صالح بن حمد بن شليويح العامري، واعذروني عن تحديد المركز، باخذ العشر مع أخواني بالأسماء فقط وشعارات، اللي أيضا يتدخل. هناك شعار محمد بن قحيد المهيري ينضم لهذه المجموعة مشاهدينا الأعزاء، ويخترق المقدمة. يا حسين يا حسين، يا هي أعداد، يا هي شعارات، يا هي شعارات. سيارة سيارة سيارة، لمن السيارة، لمن السيارة من هالجماعة اللي قادمين اللي مندفعين. الله، هناك أيضا هملول يخطف المركز الأول لمحمد بن أحمد الخيالي مشاهدينا الأعزاء في وقت حساس. نجد ايضا هناك اللي يتدخل، الاسد لسلطان بن محمد بالخالص العامري، خذ المركز الثاني. المركز الثالث اللي يحتل شاهين لصالح بن حمد بن شليويح العامري، ومركزنا الرابع محمد بن قحيد المهيري، وفي المركز الخامس، المركز الخامس الله للسيد حميد بن مطر بالكوس. الكيلومتر الاخير دخلنا لوحته، دخلنا لوحته، والسياره بالانتظار قربت قربت قربت. هملول هملول مشاهدينا الاعزاء للسيد محمد بن احمد بن مايد الخيالي، خطف بساط المركز الاول، اقترب من السياره، انتزع المركز الاول. هناك ايضا مشاهدينا الاعزاء الواصل لمطر او حميد بن مطر بالكوس اللي خذ المركز الثاني، والمركز الثالث اللي ينتزع في هذه اللحظات شاهين لعبد الله بن صالح راعي الطير العامري. طار 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 مع من طار في هذا الشوط، مع الصغار، مع انتفاضه، مع معركه صباح هذا اليوم على هذا السباق وهذه الشاره وهذا الاعتزال. الله، هملول هملول صامد، هملول ثابت، هملول باقي في المركز الاول لاحمد بن مطر بن مايد الخيالي، ولكن الواصل واصل للسيد حميد بن مطر بالكوس. يا سلام، السيارة والمنصة، المنصة ال200 متر الأخيرة مشاهدينا الكرام، بالكوس بالكوس بالكوس، يتجه إلى الناموس بالكوس، يخطف الناموس، يهدي للناموس للمرموم، الناموس المرة الثانية، ينتزع السيارة الثانية، مرمومية هذا اليوم. الله، تهانينا تهانينا للسيد حميد بن مطر بالكوس على هذا الفوز. المركز الثاني، المركز الثاني مشاهدينا الكرام الغالي لحسين بن سالم الوهيبي، او اللي في المركز الثاني شاهين لعبيد بن زيتون المهيري، والغالي في المركز الثاني لحميد لحسين بن سالم الوهيبي. المركز الرابع
للسيد أحمد بن محمد بن مايد الخيالي، رقم 5 للسيد عبد الله بن صالح العطيره العامري. هذه 5 مراكز بصعوبة وبجهود جميع الزملاء حققنا الإذاعة للمراكز الخمسة. التوقيت الأفضل في صباح اليوم حتى هذا الشوط وهذه اللحظة هو 4:28، 3 أجزاء من الثانية. إذن القعود الأفضل بتوقيته وبناموس هذا الصباح هو قعود بالكوس، حميد بن مطر بالكوس. تهانينا على فوز الواصل اللي وصل بالناموس وأهدى للمرموم هذا السلام وهذه التحية وهذا الإنجاز. المركز الثاني الدخول المكرر مشاهدينا الكرام بين